بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام لجميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الدار وفي الخارج. الزلفلا والناس اللي دايرين الدارين اللي عايشين دي تمر تقول غربا بونجور سالو تو لي زالجيريان الجيريان كي فيو ان الجيري اي اترونجي. يا خاوتي السؤال تاعي نقولوا اليوتيوبر ولا اي شخص اي مواطن اي انسان يسمع الاخر لي فيديو تاوعي نقولوا يا خويا كيش سافو دير لو المواطن، كيش سافو دير لا سيتوانيتي، كيش سافو دير الروح الوطنية. حنا لأن علاه درت هكدايا بعض الشخص يعني في اليوتيوب واليوم دخلت هايدا وشيت بدا يهدر والاخر ليدي تاعو كاع محصرة على شخص دار فعل دنيء وقال واحد ما ندد، يعني قال واحد ما ندد غير هو اللي ندد، يعني قال فعل دنيء اي شخص هذا احد البلدان دار تمزيق علم جزائري. ودوك انا مدلو حاجه يفو اناليزي لي شوز. قلنا بلي اي قنصليه في العالم فيها سيكوريتي، يعني هاد الانسان كي يدخل داخل الاخر يعني داخل القنصليه وراح الفوق يعني فوق لاتيراس ولا ما على باليش في الدرابو قطعوا هاي دابرك هاي دابرك يعني لامان كيما يقولوا. لو كان ماشي حاجه مبريباريا، لان قلت فعل دنيء وهذا دنيء يعني نهدروا باللهجه. هذا الانسان رخيص، لان اي شخص يقطع الدرابو تاع هذيك البلاد قلنا بلي ما احترمش الشعب وما احترمش للاجيال اللي جايين، يعني فعل دنيء حقيقه. واي انسان اي انسان، لكن لي زالي يفو اناليزي لي شوز ديريال لو ريدو كيما قلت. لان هذا الشخص كيما قلت السفاره كيما يقولوا محروسه، انسان دخل كدايا خليونا. والجزائريين قانيت في احد الجوايه داروا بتمزيق العالم قانيت ماشي مليحه الحقيقه، هذه هي الحقيقه ماشي مليح فعل دنيء. لان في الصومي هم يتفهموا مهما يكون، راكم تشوفوهم الجامعه العربيه ولا ما على باش يضحكوا الاخر نروحنا يا هذاك الشعب المقابل مليها او كيما انا او ضد النظام ضد الحكم على بالو. علاش راهو ضد الحكم؟ لانه يشوف الاعوجاج او يشوف العوج. لان وهاد لي فيديو اللي رانا نديروهم قلنا بان هاد الشخص هذا اللي قصده هو يعرف روحه، وما نقولوش انا ما نذكرش الاسماوات، لان في بالو غير هو الناشوناليست. قال بلي ما كاش تنديد، واحد ما دار تنديد، انا شد دو مينوت برت ومن بعد بدلت لا فيريتي. ما كاش تنديد او احنا لو البارح رشاد قالت هكذاك، قال لك هاد يفو اناليزي سي فري باسكو رشاد ولا بارتي بوليتيك يل بو با دوني سون افي. علاش بو با دوني سون افي؟ باسكو هادي الاجماعيه يعني بارتي وكلش مجموع اشخاص، هذه هي الديمقراطيه يا سي كيما نتوما تحبوا الكلمه تاع سي، وهذه سي حرف هف مبني على المصلحه. لان يديروا دي فيديو باش يشهروا رواحتهم الى اخره. لكن يفو اناليزي لي شوز كيما قلت، لان قلت بلي مديت ليكزومبل وما نقولوش باسكو سيد عايش في فرنسا، ما نقولوش انا فرنسا ولا لا فرنسا، بور ما سي با ان اكزومبل سي ان موفي اكزومبل ا بروندر بوان فينال. لاميريك لاتين
امريكا اللاتينية يا اخي قالوا امريكا اللاتينية حتى في المشهد كنا نقراوها الى اخر امريكا اللاتينية عالم الثالث عدم الانحياز وكذا العالم الثالث العالم الثالث شيلي شيلي عالم ثالث بوليفيا لا بوليفي ما عندها لا بترول لا غاز لا بوليفيا عندها الغاز العالم بوليفيا واش روحوا شوفوا لا بوليفي شوفوا البريزيدون تاعهم كيف عايش اي بورتو سي تان انديجان يعني تاع البلاد هذيك تاع البلاد عندهم شوفوا لو شيلي الفنزويلا البرازيل الارجنتين شكروا غواتيمالا ولا الاكوادور يعني بلاد وحده ثقافه وحده لغه وحده واش داروا ايزون ديفيي دي بويسونس مونديال واش معناتها دي بويسونس ايزون في لور بانك داروا بنك واحد ايزون ديفيي لي فيمي ديفي باش تشوفوا لا فولونتي سي لا تيت كي بونس ما عندهمش هما ما همش كراكوز يمشيوهم كيما يحبوا هاد الناس ماشي كيما يحبوا لكن في البلدان هادو العالم الثالث يعني النورد افريك و لوخ الماينوريون سو سون دي بوبي دي بوبي يخمو غير واش ياكل غدوة واش ياكل غير غدوة تبحبوحة كيما يقول البحبوحة تاعهم ها واش كاين هذا هو الناسيوناليزم عندهم في رايهم لكن الناسيوناليز سي ايمي لو بوبل وزين عاوده الناسيوناليز سي ايمي لو بوبل ماشي درابو كيما قلت الف خطره ماشي درابو ولا ما على باليش انا ولا الرئيس تاعك ولا لا لا هو الشعب الجزائري سي لو بوبل ou le peuple l'ouvre le peuple de Kimi Kolo de l'Amérique latine mais chez qui maintenant et pourtant nous en Nord-Afrique nous sommes plus de wahda bikri dans l'Amazigh nous médias plus de wahda jouent les musulmans l'arabie يعني لغة واحدة دوك يجي انسان يقول ليك دايا هادوك لا خاوة في لاكولتور في اللغة في كلش في الدين في كلش خاوة هادي ما ندخلوش فيهم لان هاد الشي هادا لازم يندد شكون يندد لهم في الحكم هما اللي يندو انا ما نديتش في الحكم في المقابل نمد انا اكزومبل هاد السيد اللي يهدر داو يهدر دوكا السيد قال كدايا نندده مرخاش الى اخر ما نقولش لان بالت كيما حنا لكن الفعل الدنيء فعل الدنيء اللي داروا ليكس مينيست تاع ساركوزي لو برادونور واحد ما هدر عليه حتى هو ما هدرش هاد السيد ها ما هدرش عليه حنا درنا دي فيديو 5 فيديو ولا 6 فيديو عليه ها حتى لا فلان اللي كان بالخادم ما هدرش اللي كان يقول باسم حون روفونديك واش درت فرنسا للمجازر كونت الانسانية وراه المشروع ذا تنديد الاستعمار وراه ما زالوا هادي يروح الوطنية الروح الوطنية كما قلت هو حب الشعب واللي يكون ضد الشعب راهو يكون ضد الوطن هذا ما بوان فينال بوان بار قاش لغة واحدة أخرى وهذه باش نتهموا ناس شرفاء وحقيقة شرفاء تاع الجزائر وداروا أي بارتي في الخارج ولا انا ما نتهم اي انسان باش نتفاهموا يا خوتي و جاناليز لي جون كي سون او بوفوار جي بريسيس
لهم في البوفوار مثل نوستين يومنا هذا ما خرجوناش من الازمه وما دو بير اون بير دو بير اون لاجيري دو بير اون بير علاش باسكو هادشي كاع مشروع تدمير الجزائر ليس مشروع لبناء الجزائر تدمير الجزائر سي فولو سي بروجي لي فولو دو غول وروح يعني سي فولو مشروع فريمون سي ان بروجي واللي داروا كيما قلت اللي بعض الناس يقولوا بلي فا في الحكم طلوها ما عرفوش قالوا كان طلوها يا خاوتي مش جوناش من 62 2013 حاكمين في البروجي هذاك البروجي غير يمشي اش يطلوها لان علاش الناس يتسرق تدي وشعب يشوف اش يطلوها فو با دير سا نقولوا حقيقة غرسونا هادية باش تروح الروح الوطنية هذيك تروح نتشكو بيناتنا لان في حتى في اليوتيوب داوي الانسان يقول كذا كذا مخابرات تهدك هذه غرسوها لنا علاش ما كاش الامان انا هاد الانسان اللي دار هاد لا فيديو الاخر كما قلت ما يا خويا سي طون بوان دو في جي مون بوان دو في الاخر عنده لو بوان دو في افيك لي زيدي هادوما مش حابين نقولكم يا خوتي افيك نو زيدي نخرجوا البلاد من الازمه نجيبوا مشروع جديد للجزائر نجيبوا مشروع جديد للاجيال اللي جايه هذه هي كل واحد يمدلي لي تاعو لكن افيك لو ريسبي افيك لو ريسبي دو لوتر هذه هي لا سيتوينتي ماشي لا سيتوينتي de cracher derrière le drapeau et d'être un directeur avec une cravate et de dire des bêtises, ça c'est pas la citoyenneté. La citoyenneté, je vous rire, c'est le boudin. Elle m'a dit en français qui m'a dit comme il y a un côté. Elle m'a dit en allemand qui qu'on vote, on a tout bâcré. Je vous l'ai dit, tout bâcré. تروح تجري تبوطي علاش باسكو على بالو بلي شي لوي كي فوت با تي باز ان سيتوايان لكن في البلدان الديمقراطيه حنا في الجزائر سي الكونترير ما نروحوش نفوطيو جو سوي ان سيتوايان لان على بالنا بلي نحط نو تخرج لوي سي اوتوماتيك هادي شي ونقول اليوم قبل لا للعهدة الرابعة لبوسرقة بوتسرقة أخوه لا للعهدة الرابعة لأن الجزائر طلع 15 سنة في الحكم وما دار فيها والو لأن الاوضاع السياسيه في الجزائر تتعفن كيلحق الانسان يدير غير فوتو تاعو في الفيسبوك يديوه للحبس يا خاوتي الجزائر راهي في خطر حقيقه في خطر لان ما نقدروش نمدو الراي حتى ولا روماركيتو قانيت في الاخر في اليوتيوب كتبوا غير لانجيري عبسوا كتبوا اجوردوي تكونوا في الاخر شوفوا يجيكم غير النهار الفول مونابي حتى اليوتيوب يدخلوه حتى الفيسبوك حتى الاخر علاش باش يغطيو يغموا الاحرار الجزائر يغموا لي يكافحوا من اجل الشعب مالغري كي في الجزائر نهضروا نقولوا كدا شعبي كدا لا لان هذاك لاوي يكافح راوي يكافح ضد الظلم نقولكم يا خوتي السلام عليكم يا لا بروشين ان شاء الله